وللحديث عن التطورات في غزة والعملية التي قامت بها فصائل المقاومة، معنا من غزة المتخصص في الشأن الفلسطيني الدكتور ناجي البطة. أهلا بك دكتور ناجي، هل تسمعنا؟ نعم نعم أسمعك. السلام عليكم. عليكم السلام. بداية دكتور، يديعوت أحرونات تقول إن إحدى القواعد العسكرية التي اقتحمها المقاومون من حماس هي مقر قيادة فرقة غزة. كيف تقرأ عملية طوفان القدس التي بدأتها حركة حماس؟ يعني طوفان الأقصى هي عملية عسكرية نوعية، ربما نشابهها أو نقارنها بعملية اقتحام قط برليخ من قبل الجيش المصري وفي مصر، وفي الحرب التي وقعت في أكتوبر 20 أول عام 73 بين جيشين يعتبران من أكبر الجيوش العربية، الجيش المصري والسوري، ومن خلفهم طبعا السوري الجيش العراقي، ومن خلف الجيش المصري كان طبعا الدعم الجزائري يعني الدعم العربي بشكل عام. لكن الغريب أن تنظيم بمقاومة ربما نقول نوعية استطاع أن يحدث اختراقا يعني نحن لم نحلم به في غزة على الإطلاق، ولو قيل لنا قبل ذلك لقلنا أن هذا حلم صعب التحقيق، على اعتبار أن خطوط كما تفضلت خطوط المواجهة مع الاحتلال على مسافة 63 كيلو شرق وشمال غزة من قبل فرقة غزة تحديدا وقيادة المنطقة الجنوبية بشكل عام، هي يعني حصون قد تشابه ربما خط برليف بل خط نجم في فرنسا في الحرب العالمية الثانية. وبالتالي يعني هي العملية نوعية، بدأتها قوات النخبة في كتاب الشيء الذي انقسم، ثم لحقت بهم يعني أذرع المقاومة بعد أن تم الاختراق في أكثر من موقع، ويعني كل الأخبار تقول بأن الموقع العسكري في أقصى جنوب شرق قطاع غزة منطقة كرم أبو سالم قد تم السيطرة عليه، والموقع العسكري في أقصى شمال قطاع غزة في منطقة إيرز الفاصلة بين فلسطين 48 من جهة الشمال وقطاع غزة أيضا تم السيطرة عليه. والأكبر من ذلك أن مجموعة من القرى والمستوطنات ما يسمونها الصهاينة بالمشاب أو مدن التطوير، بلدات التطوير أو الكيبوتسات، هي الآن تحت قبضة قوات النخبة في القسام، وأذكر منها منطقة إيرز ومنطقة ومنطقة أفوكيم ومنطقة نتيف عسرة ومنطقة كرم أبو سالم. طيب دكتور ناجي، صحيفة معاريف الإسرائيلية تقول إن الهجوم على إسرائيل فشل وهو فشل استخباراتي هائل صدم العالم برمته، لأي مدى يؤكد هذا أن العملية كان معد لها مسبقا؟ ما أهداف المقاومة منها دكتور؟ يعني أهداف المقاومة واضحة جدا، هي وقف تمادي الجيش الإسرائيلي بشرطته وميارة بنشمار جفول أو حرس الحدود على حرائر الشعب الفلسطيني والعربي في الأقصى، تجاوز كل الخطوط الحمراء. مع أن بن غوريون حديد بن غوريون أحد أبرز مؤسسي الكيان قال لهؤلاء الأغبياء حرف الواحد، قال لا تستفز العرب، يقصد الفلسطينيين، هو في أعراضهم خاصة في النساء، لأن الغير متدين، أنا قرأت هذا أصلا قبل حوالي 30 عاما، لأن الغير متدين يغار على عرضه كالمتدين، يعني هو يقول لهم هذا الأمر خط أحمر. فعندما كانوا يصورون للعالم كيف يتجرؤون على حرائر فلسطين وحرائر الأمة، كانت الصرخات تقول لا معتصمه. وبالتالي ما حصل اليوم هو تلبية لنداء ومعتصمه الذي خرج من بغداد الصمود والأسطورة العباسية لنجد هذه المرأة المسلمة، واليوم يخرج من غزة وغدا سيخرج من بغداد وسيخرج من كل الأقطار العربية ودمشق والقاهرة لتلبية يعني هذه الاستغاثات التي تجاوز فيها الاحتلال كل الخطوط الحمراء. يعني جابوا نساء كما رأيتم من المستوطنات الذين طبعا في الغالب هم يخدموا في الجيش، لكنهم يعني يحظوا باحترام شديد جدا كبعد قيمي أخلاقي إنساني من ديننا الحنيف، ولكن هم لا يحترمون حتى السجينات الفلسطينيات الذي يصل عددهم لحوالي 40 سجينة، ويعني يسمونهم سوء العذاب. وبالتالي انفجر الغضب الفلسطيني اليوم
في ظل كل يعني ما يقوم به الاحتلال الاسرائيلي متجاوز لكل الخطوط الحمراء تجاه اسرانا واسيراتنا من جهه، وتجاه اقصانا والمرابطين من جهه اخرى، واستباحه الدم الفلسطيني كما تسمعون في شمال الضفه الغربيه بل في مناطق ال 48 تحت ذريعه ما يسمونه بافه الجريمه والعنف. طيب فيما يخص هذا الغضب والصمود الفلسطيني دكتور، المقاومه الفلسطينيه تقول بالمقابل انها تسيطر على 7 مستوطنات اسرائيليه في غلاف غزه، ما اهميه هذا الصمود وما هي الاستراتيجيه المتبعه؟ لم يحصل في تاريخ الصراع العربي الاسرائيلي ان سيطر الفلسطينيون او الجيش العربيه ان سيطرت على سنتيمتر واحد يعني من مناطق سكنيه كالذي حصل اليوم. يعني هم قالوا في سابقا ان هناك مخطط لمحاوله عمل انفاق من تحت السياج الفاصل بين قطاع غزه يسمى خط التعايش بالمناسبه واراضي ال 48 التي تصل الى المدن عفوا البلدات الاسرائيليه التي تعرف بغلاف غزه. كانوا يقولون ان هذا شبه مستحيل يعني او مستحيل لان هناك تعزيزات امنيه اسرائيليه يستحيل اختراقها، ولكن المقاومه فاجات يعني الاحتلال بانها حيدت سلاح الجو الاسرائيلي الذراع الطولة للجيش الاسرائيلي، وبالتالي عندما تحيد سلاح الجو كما رايت جميع الجنود الذين يكونون في الجبهه، واقول هنا الجيش النظامي وخاصه لواء النخبه لواء جولاني ولواء دفاعاتي كلهم رفعوا ايديهم امام قوات النخبه التابعه لكتائب الشهيد عزيز القسام، دعنا نسمي الامور بمسمياتها. طيب يعني طيب الناطق باسم القسام دكتور، الناطق باسم قوات القسام يقول ان معركتهم مستمره والعدو لا يعلم عن نتائجها شيئا، ماذا تريد المقاومه بالضبط من نتائج؟ المقاومه ببساطه شديده تريد ان يتحقق يعني الحد الادنى من مطالب الشعب الفلسطيني، رفع الحصار، وقف الاعتداءات على الاقصى، ووقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني في نابلس و جنين وطول كرم كما راينا امس مخيم نور شمس شمال الضفه. انا اتكلم لك انا المناطق اللي انا اتكلم عنها، انا اتكلم لك من غزه يعني بعيد عني حوالي يعني مش اقل من 100 ل 110 كيلو شمالا، وانا يعني يعني من اولئك الذين منعوا من الخروج من غزه منذ عام 1993، يعني انا اسمع عنها كما تسمع عنها انت تماما، يعني حلم لي اني انا ممكن اروح ازورها، لكن في تقديري بعد يعني اريد ان يعرف يعني يعرف المشاهد انه احنا كفلسطينيين لسنا في غزه فحسب لا نستطيع الخروج من قطاع غزه، بل ان سكان القدس الذين يفصلهم الجدار الفصل العنصري عن الاقصى لا يستطيعون زياره الاقصى الذين يرونه على مدار الساعه باعينهم، يعني العدو بث فلسطيني وشتت الشعب الفلسطيني واهالي الشعب الفلسطيني، ولكن بحدود. يجب ان يعرف ان الغضب الشعب الفلسطيني له حدود، اذا انفجر الغضب الفلسطيني اقول لك ان المنطقه ستدخل في دوامه يعني لا يعلم بنهايتها الا الله عز وجل. طيب في ظل هذا الغضب الفلسطيني دكتور، لكن هل تتحمل المقاومه نفسها نتائج ما يجري؟ هناك خسائر كبيره كما تعلم قد تترتب على هذا التغول. يعني هذه العمليه النوويه منذ عام 1948 وحرب 56 و 67 و 73 و 82 في لبنان وتموز 2006 ايضا في لبنان والحروب الاربعه على غزه وهذه الخامسه، المقاومه الفلسطينيه مهيئه نفسها مع شعبها للاسوء، فليس لدينا شيء نختاره. نعم ليس لدينا. طيب ماذا عن الضفه الغربيه؟ هل تعتقد هي الاخرى انها تحسب حسابات لدخولها المعركه؟ الضفة الغربية يا سيدي تحت الاحتلال والاستباحة الصهيونية منذ كام ديفيد إلى عفوا منذ أوسلو إلى اليوم زاد الاستيطان في الضفة الغربية والسكان 550%، يعني لم يزد 100% ولا 200%، 550% قبل 30 سنة، يعني اقترب الآن الاستيطان في الضفة الغربية من 1 مليون مستوطن داخل الضفة الغربية، ولأن حلم الشعب الفلسطيني بأن يكون لهم لا أقول دولة شبه دولة أصبح الآن منعدما، لأن كل المدن الفلسطينية الرئيسية ابتداء من جنين ونابلس وطول كرم وجلجيليا شمالا إلى الوسط القدس ورام الله وأريحة إلى أقصى جنوب الضفة الخليل وبيت التحم وبيت صحور وبيت جالة أصبحت عن كانتونات محاطة كالإسورة في المعصم بالمخطط الإسرائيلية التي لا يمكن أن تعطيها نفسا حتى في تأمين مياهها أو خروج أبنائها
إلى محافظة أخرى، نحن نعيش أسوأ حالات الشعب الفلسطيني. طيب دكتور ناجي، دعني أسألك هذا السؤال، يعني في ظل هذا التغول توغل المقاومة الفلسطينية في الأراضي الإسرائيلية، ما هي السيناريوهات المتوقعة في الساعات القليلة القادمة؟ السيناريوهات أن تعزيزات من قوات النخبة، بل أن الآن دخلت قوات المقاومة بشكل عام إلى المناطق التي تم تحريرها، ويقال، أنا لم أسمع من مصدر رسمي، أن هناك مفاوضات تجري في محاولة ل يعني حل الأمر، لأنه هذه المستوطنات التي موجودة داخل غلاف قطاع غزة من الجهة الشرقية والشمالية، بالمناسبة الجهة الشرقية تقريبا 58 كيلو طولا من الجنوب إلى الشمال، والجهة الشمالية جهتي بيت لاهيا على البحر وبيت حنون ربما تكون 7 كيلو، أن هذه مناطق سكنية، وبالتالي يعني لم يتم خروج أو يتم التفاوض أو يتم الحديث في موضوع خروج هؤلاء المقاتلين الذين انتشروا في كل المناطق السبعة التي ذكرتها، وهي أشبه بمدن صغيرة، إلا بناء على يعني الموضوع هو في بدايته بناء على ما يتم الاتفاق عليه من وقف يعني العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني واستباحة الدم الفلسطيني وإراقة الدم الفلسطيني. هم لم يدخلوا إلى إسرائيل، هم دخلوا إلى فلسطين التي احتلها الكيان الصهيوني. بالمناسبة هم داخلين في المنطقة الفاصلة ما بين سلك الشايك وخط الردة الذي تم الاتفاق عليه في اتفاقية رودس عام 1949 في فبراير 1949 مع الجانب المصري، بين الإسرائيلي والجانب المصري. يعني حتى الآن لم يدخلوا، لكن في هناك تجاوز المناطق هذه باتجاه منطقة أشكلون. نعم، كان معنا من غزة المتخصص في الشأن الفلسطيني دكتور ناجي البطة، شكرا لانضمامك إلينا.